الدستور والقوانين الأمة المصرية. أقسم بالله العظيم أنا مضمون هذا العهد ومؤداه أن مرحلة جديدة يجب أن تبدأ في العمل الوطني، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. تعددت طرق أداء القسم بين رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية في عام 1952 وحتى الآن، وتنوعت الأماكن والشخصيات الحاضرة، كما اختلفت الطقوس والبروتوكولات المنظمة لهذا الحدث الذي تكرر عدة مرات بعد ثورة يوليو. وقبل عام 1952 وفي اجتماع بين مجلسي النواب والشيوخ، أدى الملك فاروق اليمين الدستورية في عام 1937، كما أدى الرئيس الراحل محمد نجيب اليمين في 23 من يونيو عام 1953 كأول رئيس للجمهورية أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة في قصر عابدين. وتولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية في 24 من يونيو عام 1956 بعد إجراء استفتاء شعبي، وأدى القسم أمام مجلس الأمة بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي 17 من أكتوبر عام 1970 بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي، اتجه السادات إلى مجلس الأمة ليؤدي اليمين الدستورية. عام 1981 أدى محمد حسني مبارك في 14 من أكتوبر من العام نفسه اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب. وفي 30 من يونيو عام 2012 أقسم مرسي أمام المحكمة الدستورية العليا كأول رئيس لمصر بعد ثورة يناير. وفي 4 من يوليو من العام الماضي أدى المستشار عدلي منصور اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا انتقاليا لمصر خلفا للرئيس المعزول محمد مرسي. يؤدي المشير عبد الفتاح السيسي الفائز بانتخابات الرئاسية المصرية اليمين القانوني أمام المحكمة الدستورية العليا لينصب رئيسا للجمهورية، ليصبح بذلك الرئيس الثالث الذي يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. كان معكم أحمد الدرهلي، ANB القاهرة. ولمعرفة المزيد عن جديد الشأن المصري ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد الدهري. مرحبا بك أحمد. أهلا وسهلا. أحمد، ما هي الأجواء في مصر الآن وهل من جديد؟ يعني في البداية تقوم الوفود المشاركة في عملية تنصيب الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي تغادر مصر من مطار القاهرة، هذه واحدة. ثانيا، هناك أجواء احتفالية في ميدان التحرير وبجوار قصر الاتحادية وفي ميدان مصطفى محمود وأيضا ميدان العباسي. طيب أحمد، الكثير من الوفود غادرت القاهرة الآن، هل هذا يعني أن مراسم الاحتفالية قد انتهت تماما أم أن هناك شيئا جديدا؟ بالفعل، يعني بمغادرة الوفود تكون يعني المراسم انتهت تماما لهذا اليوم، ولا يوجد أي استمرار لهذه المراسم غدا. طيب، ما هي حجم الوفود التي كانت موجودة في حفل التنصيب؟ يعني كان هناك 1200 شخصية موجودة في مصر، يعني كان هناك رؤساء وملوك ووفود من أفريقيا وأوروبا. يعني تعددت الوفود الموجودة في هذا اليوم لحضور تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لجمهورية مصر العربية. طيب، ما هي الشخصيات المهمة التي كانت موجودة في حفل التنصيب؟ كان الملك عبد الله ملك الأردن وولي عهد السعودية، وهناك أيضا العاهل الكويتي، وأيضا الملك الكويتي وأيضا العاهل
يعني انا اسف لان انا في منطقه يعني مش عارف الصوت واضح عندك ولا لا. امير الكويت؟ نعم نعم امير الكويت.